السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي. اليوم عندي اليونت 1، بعدنا بقواعد يونت 1. كتبت الكونتري والفود والانيمالز. الكونتري يعني البلد، والفود الأطعمة، والانيمالز الحيوانات اللي هنا. صفحة 13، هذه القطعة صفحة 13. أخذت من عندها، طبعا هاي القطعة مهمة، أخذت من عندها هذه الجمل اللي أكو يعني بلد مشهور بالأطعمة، وأكو بلد مشهور أيضا بالحيوانات، فهذه كلش مهم هذا الدرس. مثلا عندنا الكليتشة والمسقوف. الكليتشة والمسقوف هذا مشهور بالعراق، يعني يقول كليتشة ومسقوف is a very famous Iraq. الكليجة والمسقوف is a very famous Iraq، يعني الكليجة والمسقوف مشهور بالعراق. شلون تجي صيغة السؤال؟ يعني اعطيتكم هذه واعطيتكم مثال عليها. الكليجة is a very famous، يعطيكم اختيارات Iraq لو India، يعني العراق لو هذا الهند، Iraq او Iraqi عادي يعني هذه. ها، فاحنا نقول ما دام عندي الكليتشه نقول عراق، نأشر على عراق، هيك يعطي صيغه السؤال. هنا عندي المزقوف is a very famous، المزقوف مشهور بمن؟ ايطالي لو عراق؟ عراق. المهم انت كطالب صف خامس ابتدائي تحفظ هذه، الدرس كلش مهم ودائما يجيبوه معلماتنا. الكليتشه والمزقوف مشهور بالعراق، هيك صيغه السؤال. هذه اول وحده، هنا سته اعطيتكم ست جمل. ثانيا انديا بالكاري، يعني الكاري هذه البهارات. انديا شنو الانديا؟ الهند، مشهوره بمن؟ بالكاري، الكاري. كاري از ا فيري فايموس تشاين لو انديا، يعني الصين لو انديا؟ لا الهند، كاري مشهور بالهند. ثري افريقيا واسيا، يعني اسيا. الفنتس الفيله، يعني افريقيا واسيا مشهوره بالفيله، elephants الفيله. شنو صيغه السؤال؟ يقول animals live in افريقيا، elephants لو كانغارس، هاي الكانغارس يعني كنغر، لا مو الكنغر، الافريقيا مشهوره بالفيله elephants. China باندا، هذا الحيوان الباندا، China يعني الصين. شو يقول؟ animals live in China، شنو الحيوان المشهور بالصين؟ باندا، باندا لو كانكورس يعني كانغرس، الكنغر باندا. زين هذه النقطة الخامسة، استراليا او كانغرس، الاستراليا مشهورة بالكنغر. animals live in استراليا، حيوان مشهور باستراليا الباندا لو كانغر، الكنغر كانغرس يعني كنغر. ايطالي ماكروني، ايطالي معكروني، ايطاليا مشهوره بالمعكرونيه، نقول ماكروني از ا فيري فايموس. شنو المعكرونيه؟ يا بلد المشهور بالمعكرونيه عراقي لو ايطالي؟ لا ايطالي. فهذا الدرس مهم، كلش مهم، احفظوه لان دائما يجيبوه. هذا ست جمل وبالتوفيق.